السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام لنلقي نظرة على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام باستعراض سريع للمؤشرات. في القاهرة انخفاض ضئيل ب 2% بحوالي 3 نقاط، والأردن تشهد ارتفاعا ب 0.3%، أما في بيروت فيهبط المؤشر بعشر مئوي، فيما يرتفع في الدار البيضاء ب 0.2%. في السعودية انخفاض ب 13%، كذلك الحال في قطر، لكن ب 17%. أبو ظبي أنهت في المنطقة الحمراء ب 17%، كذلك الوضع في دبي لكن ب 1.3% هبوطا. البحرين أيضا انخفضت ب 18%، كذلك الوضع في سلطنة عمان ب 14%. أما مؤشرات البورصة الكويتية فقد تباينت مع نهاية التداولات، ففي الأول ارتفاع ب 13%، فيما انخفض الرئيس ب 0.3%، واستقر العام في المنطقة الخضراء ب 20%. الآن نتعرف على المؤشرات العالمية وأسعار النفط والعملات والمعادن في العرض التالي.
منذ إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية عام 1961 عمل على دعم وتعزيز سبل العيش للناس في أكثر من 100 دولة من خلال تمويل مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات. وتسهم المبادرات التي يطلع بها الصندوق الكويتي والتي تتراوح ما بين البنية التحتية والصحة والتعليم في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. في حب الوطن بدأت حكايتنا من عبق الأجداد وأصالة الماضي، من رؤية ثاقبة وتخطيط ملهم، يداً بيد تمضي مسيرة وطننا، نبني ونشيد ونصمد ونتطور، محققين أعلى معدلات النجاح، دلالة القابضة الثقة والابتكار. ثمانية أعوام قضت منذ ثورة 11 فبراير اليمنية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عانى فيها اليمنيون من أزمات اقتصادية طاحنة، خاصة بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية وأعلان السعودية والإمارات شن حرب في اليمن. نتابع في العرض التالي أهم محطات الاقتصاد اليمني خلال الثماني سنوات الماضية. We'll be right back.
وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من ماليزيا رئيس تحرير موقع رأي اليمن الأستاذ خليل العمري. أهلا بك. ما الذي يمكن أن يقال اقتصاديا عن اليمن بعد مرور 8 سنوات على الثورة اليمنية وأربع سنوات على حرب مزقت اليمن في ظل وجود 75% من اليمنيين تحت خط الفقر؟ نعم أستاذ الله مساءك وجميع المشاهدين بكل خير. طبعا لمن يريد أن يقرأ التاريخ الاقتصادي للأزمة اليمنية الحالية بإمكاننا أن نقسمها على قسمين. مثل ما ذكرت أربعة أعوام هي أعوام ثورة 11 من فبراير إلى العام 2014، ومن ثم من عام 2014 فهو الزمن المأساة، بداية المأساة اليمنية الحقيقية منذ بداية انقلاب التحالف في 21 سبتمبر 2014. نعم أقول لك في 21 سبتمبر عام 2014 منذ انقلاب الحوثيين. نعم الصوت ضعيف، ولكن مثل ما ذكرت لك أن بداية العام 2011 مثل ثورة تغيير حقيقية في كل المجالات، منها في المجال الاقتصادي. ومن ثم جاءت حكومة الثورة رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة حينها المناضل محمد سالم باسلوى، وأحدث تغييرات حقيقية على المستوى الاقتصادي. أستطيع أن أضرب لك أربع إنجازات حقيقية لحكومة الثورة. أبرز لها إعادة الأسعار في مشروع الغاز الطبيعي المثال في بلحاف، والذي كان يعتبر حينها أكثر مشروع يمني أن تم في تاريخ اليمن، والذي كان من المتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار. قامت حكومة علي محمد المجور، وهي آخر حكومة لعلي عبد الله صالح الرئيس السابق، ببيعه بثمن بخت لشركتي تيسال الفرنسية وشركة كوجاز الكورية بسعر دولار واحد فقط لمليون وحدة حرارية. هذا بالنسبة لتيسال الفرنسية. بالنسبة لكوجاز الكورية باعته بثلاثة دولارات فقط. طبعا تمكنت حكومة الثورة والتي هي حكومة محمد سالم باسيلوا من تعديل السعر للبيع إلى 14 دولار لمليون وحدة حرارية للشركة الكورية فيما رفضت تلتان. هذا يعتبر أهم إنجاز أيضا من ضمن الإنجازات الاقتصادية لحكومة الثورة، أنها بتحرير ميناء عدن من الهيمنة والقبضة لسلطات موانئ دبي، وقامت بتحريره وإعادته إلى تحت سيطرة الحكومة اليمنية. بالنسبة أيضا لضمن الإنجازات الحكومية لحكومة الثورة، والتي أيضا هي كانت نصف حكومة الثورة ونصف من حكومة علي عبد الله صالح، ولكن هناك اتهامات يقال أن يريدون أن يربطوا هذه الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها اليمن بأنها مرتبطة بثورة 11 فبراير، وهذا أيضا غير صحيح. كما ذكرت لك أنه أيضا هناك إنجازات حقيقية لحكومة. إذا ما تود أن تقوله بأن الأربع سنوات الأولى بعد الثورة مباشرة كانت اليمن على وشك تحقيق إنجازات، إذا كان الأمر سيستمر بهذا النهج كما ذكرت من هذه الإنجازات التي تحدثت عنها، إلا أن الحرب جاءت لتقضي على كل شيء وحتى هذه الإنجازات، وأكثر من ذلك نتحدث عن أرقام كبيرة. الأمم المتحدة تحدثت عن أن اليمن الآن ربما هي الأسوأ من حيث المجاعة من ضمن البلدان التي تصنف في هذه التقارير. نعم صحيح. ايضا من ضمن الانجازات ان اكبر ناتج محلي في تاريخ الحكومات اليمنيه كان في عهد حكومه الثوره، حيث وصل الى 43 مليار دولار في العام 2014، وارتفع وحقق للاقتصاد اليمني نمو بنسبه 4.5 وهو افضل معدل في السنوات الاخيره. لكن اخي الكريم، كما تعلم ويعلم المشاهدين، انه مع بدايه 2014 كان هناك تحالف انقلابي، تحالف الثوره المبادع، لان النظام السابق الذي كان نظاما تحول الى ميليشيا خالفه اسقطت النظام في صنعاء واسقطت الاقتصاد واجبرت الحكومه الوليده على ان تتوقف وعلى ان تقدم استقالتها وعلى ان تغادر. ومن ثم اتوا بشكل هو من اعمده النظام السابق وهو خالد بحاح، وبدات واعتقد انه هذا هو التاريخ الحقيقي لبدايه ما سمي بالنكبه الاقتصاديه اليمنيه، والذي اطلقت عليه الامم المتحده بانه بدايه النكبه. بدايه النكبه الاقتصاديه لم يكن في عام 2018 فقط، وانما كان في بدايه 2015، وهنا بدات المعاناه. غادر راس المال الوطني، غادر راس المال الاجنبي من داخل البلد الى الخارج، فقد الالاف
وظائفهم وبدأت النخبة الحقيقية لليمن. طيب طبعاً ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ لتغيير مسار الوضع الاقتصادي في اليمن؟ نعم هناك بإمكان العمل الكثير. يعني العمل الأزمة اليمنية لم تأتي عن داخلي فقط، وإنما هناك لاعبون دوليين هم يتحكمون بمسار هذه الأزمة. الحلف العربي في المقدمة في المرتبة الثانية تتحدث الأمم المتحدة عن أن هناك أكثر من 18 من يعني تحت خط الفقر يكون الآن بالنسبة. نسمع دائما عن تقارير أممية تحدث عن أن هناك حاجة ملحة للمزيد من المساعدات لليمنيين، ولكن في المقابل اليمنيين لا يرون شيئا من هذه المساعدات على الأرض. الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي اعترف قبل شهر بأن هناك من يسرقون الغذاء من أقواس اليمنيين، واتهم جماعة الحوثي بصراحة يعني ببناء هذه المساعدات الغذائيه. ولكن على المستوى الفعلي لم يقم برنامج الاغذيه العالميه بتحويل او باطلاق نظامه باطلاق نظام المساعدات الغذائيه وايصال المساعدات الى مستحقيها. ما تزال الازمه قائمه رغم كل هذه التقارير التي تتحدث عن اصلاحات، ورغم ايضا التقارير التي تحدث من قبل دول التحالف العربي على ان هناك دعم للمتضررين من هذه الازمه، ولكن ما تزال الازمه قائمه وما يزال بايديهم ان يعملوا الكثير. هناك حكومه يمنيه شرعيه يبدو انها الى حد الان يعني لم تستطع استخدام الامثل للموارد المتاحه. شكرا. هناك ايضا تتحدث عن فساد سواء في الامم المتحده او في الحكومه او في برامج الاغذيه المختلفه. شكرا جزيلا لك السيد خليل العمري رئيس تحرير صحيفة رأي اليمن، كنت معنا من كوالالمبور العاصمة الماليزية، شكرا جزيلا. نلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام بأننا نبث هذه التغطية على الهواء مباشرة عبر صفحة البورصة على فيسبوك، ونتلقى أسئلتكم واستفساراتكم بشأن الاستثمار في البورصة وكافة الأمور الاقتصادية. شاركونا بآرائكم في الذكرى الثامنة للثورة اليمنية، أكثر من 45 تحت خط الفقر واقتصاد دمرته الحرب. التعليقات بعد الفاصل. نبدأ بهذا التعليق لهلال العوالقي، يقول الله يجوع من جوعهم وأهلك من قتلهم، اللهم آمين. عيدروس يقول في اليمن لا صوت يعلو على صوت الجنوبيين في جبهات القتال، في اليمن لا صوت يعلو على صوت بطون الجنوبيين من الجوع، معادلة مضحكة مبكية في نفس الوقت. أرض العرب الفقر بسبب تدخل السعودية ضدنا، لماذا لا يدعونا لوحدنا ونحن سنحرر بلادنا من القاعدة والدواعش ونرجع مثل أول وأفضل. أشكركم متابعينا على الفيسبوك، شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، لقاؤنا يتجدد في الغد بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله.